برج الميزان، أهلا فيك. فقراءتك العامة، القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. راح نبتدي بالجانب العملي ومن ثم العاطفي بشكل عام، وأيضا الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر. الجانب العملي هو جانب المال والأعمال، المشاريع والوظيفة وحتى الدراسة. أول كرت راح يكون تبع الطاقة الحالية. الطاقة الحالية لهذا الشهر عندك ملك النار، الطاقة اللي طالع منها كرت الحرية، كرت النجاح. أشوفك يا برج الميزان مستعد أن تأخذ مهمات أكثر ومسؤوليات أكثر. في تفرغت، صار عندك الحين تفرغ، تفرغت من مسؤوليات معينة أو مهمة معينة أكملتها بنجاح، فصار عندك تفرغ، صار عندك شوية طاقة زيادة وحرية. طاقة المستقبل، ثمانية الأكواب. كن حريص وين تستثمر هاي الطاقة الجديدة اللي عندك، أو الفراغ. احذر من الفراغ اللي يكون فاضي ما في شيء، املأ وقتك. الحرية اللي حصلت عليها أو النجاح، املأها بشيء مفيد من أجلك، الطاقة اللي راح تحتاجها. بالضبط، فارس الأكواب. اعمل اعمل ولا تتوقف. هني كأنما قاعدة أشوف برج الميزان لما تكون لوحدك، لما تكون فضى عليك البيت أو خلصت من العمل اللي عندك، كثير قاعد تفكر، تحصل وقت تفكر، تحصل شوية فراغ عندك بدل ما تستثمره في هواية أو في مشروع جديد. كثير التفكير، قاعد تحمل على كتفيك هموم كثيرة، احتمال حتى هموم ما لها داعي تقعد تفكر فيها. هني عندك طاقة تقولك تحرك، تحرك وشغل بالك في أمور مفيدة. وما هي النتيجة؟ خمسة الخماسيات، ولكن هذا الكارت أيضا انسحب معاها وهو عشرة الأكواب. برج الميزان اللي قاعدة أشوفه إن نعم، أوقات إحنا ما نحصل على كل مبتغانا في الحياة، أو لحد هذه المرحلة عندنا ما وصلنا إلى كل ما نتمناه، عادي جدا. ولكن لا تشعر بالإحباط، لا تشعر بالافتقار، لا تشعر هني بطاقة المقارنة، تقول اللي مثلي حصلوا على نتائج أفضل، اللي درسوا أقل مني حصلوا تفوق أفضل، اللي اجتهدوا أقل مني حصلوا أكثر وأسرع. أسرع هني بعد قاعد تقارن نفسك بالآخرين. لازم تفهم هني جمال كل مرحلة عندك. ملك النار ملك يركز في اللحظة، في الوقت الحالي، في الحاضر، ما يستنفذ طاقته وجهوده ووقت الفراغ اللي عنده بالتفكير في ماذا لو، ماذا لو قبل 5 سنوات أنا سويت كذا كذا، ماذا لو قبل 5 سنوات أنا ابتديت مشروعي. لازم تؤمن أنك في المكان الصحيح، أوكي، في الوقت الصحيح، قاعد تبتدي الحين في الوقت الصحيح في مشاريعك الجديدة. قاعد أشوفك راح تلاقي نجاحات كثيرة خلال هذا الشهر، تبتدي إن شاء الله تنفتح لك أبواب كانت سابقا فرص أنت حتى ما كنت عارف بوجودها. قاعد تنفتح لك الأبواب، وقاعد تقول تحس بالندم، يا ليتني ابتديت في هذا المشوار من قبل، يا ليتني ابتديت مع هاي الأشخاص من قبل، يا ليتني اتجهت إلى العمل الخاص بدل الوظيفة قبل. عندك ندم على شيء صار وحصل خلاص في الماضي. اشغل نفسك في اللحظة. وخلي الحين نوضح الكارتات. راح نبتدي بملك النار. ملك النار مع الامبراطورة. بالضبط، الامبراطورة دائما تتكلم عن الوفرة. حاليا انت تملك، شوف مثل ما نقول في مثل يقول كثرة الشيء مثل قلته، نفس الشيء هني عندك. في الفترة القادمة أنت راح تقبل على مرحلة فيها الكثير من الوقت، الكثير من الفرص أمامك، الكثير حتى من الخيارات والحرية. راح تنفتح لك مثل ما قلت لك أبواب. هذا الشيء أحرص أن تستغله في مكانه، لا تستغله في طاقة ندم، لا تستغله في طاقة ماذا لو، أوكي. وأيضا خلي هني مشاريعك دقيقة، هذا الملك دقيق، يعرف وإن كان اللي عنده واللي أمامه الكثير من الفرص، الكثير من العروض، يعرف شلون ينتقي لنفسه الأفضل، أو يختار الأفضل، يختار نجاحاته، يختار مشاريعه. هذا الملك هو مثل ما نسميه مدير مشروع، يعرف شلون يختار أي مشروع
ومتى يختاره ومتى يبتدي فيه ومتى ينتهي فيه أو ينتهي منه بنجاح. أوكي خلنا نوضح الشمس. ثلاثة الخماسيات، نعم لديك أكثر من عرض أو سيأتيك أكثر من عرض في الفترة القادمة ابتداء من شهر يونيو. راح الكثير من الأشخاص يطلبون منك أن تعمل معاهم في مشاريعهم الخاصة. لا تتشتت، لا تتشتت، كأنما هني يقول لك لا تظل فقط مركز على مشروعك الأساسي، مشروع واحد، لأن في شراكات وتحالفات آتية في طريقك مع أشخاص ثانيين، اقبلها أيضا. هذه الفرص كأنما فرصة، فرص مرة في العمر. دام أن الفرص قاعدة تؤاتيك لا ترفضها، هذا هو وقت الفرص، وقت أن تأخذ كل ما تستطيع أن تحمله. وخل تركيزك نعم في عملك الحالي، كأنما هني قاعد أشوف عندك تخوف أنك راح تتشتت يعني، أو ما راح تقدر تركز على وظيفتك ومشروعك اللي حين أمامك، أو حتى دراستك لما تنوع أو تأخذ مسؤوليات زيادة. وهذا الكلام غير صحيح. التحالفات والشراكات القادمة في طريقك راح بالعكس تكون تساعدك، تساعدك. راح الخماسيات هي طاقة مو فقط الأموال اللي راح تأتيك تتضاعف، ولكن أيضا الخبرات اللي عندك تتضاعف، الأمور اللي تقدر تحطها في السيرة الذاتية عندك راح تكون أفضل وأغنى، راح تساهم. خلينا نوضح ثمانية الأكواب. ملك الأكواب، ملك الأكواب، تملك كل شيء وعلى وشك أن تملك كل شيء، على وشك أن تملك كل شيء، ولكن في جزء منك يا برج الميزان قاعد لحد الآن. أوكي في استثمارات استثمرت لفترة طويلة في تخصص معين أو في مشروع معين، في وظيفة معينة استثمرت الكثير، خايف أن ترحل. اللي مطلوب منك أن ترحل، أن ترحل. إذا ظلت على الثمانية ما راح تصل إلى الكوب التاسع والعاشر، لازم ترحل. هذا الكرت دائما يقول إحنا محتاجين للرحيل عشان نوجد في مكان ثاني تسع الأكواب وعشر الأكواب. إذا بقينا على نفس الحال ما راح نحصل على كل مبتغانا. نعم عندك هني أنا قاعدة أتكلم مع برج ميزان يريد أن الأمور تبقى على حالها، وخايف شوية من التغيير، خايف من الفرص الكثيرة، الأبواب اللي انفتحت له أمامه مرة واحدة بين يوم وليلة. صار عليه طلب، صار مهم، صار يطلبون رأيه، يطلبون نصائحه في مكان العمل. لا تخاف، أنت في المكان الصحيح. أوكي وإذا في عندك مشاريع معينة ما اكتملت في السابق، مش معناته أن هاي المشاريع القادمة الجديدة في طريقك ما راح تعطيك النتيجة اللي ترغب فيها، لأن راح تعطيك. خلنا نوضح فارس الأكواب. احنا قاعدين هنا ننظر إلى الطاقة المستقبلية، طاقة ملك الأكواب. انزين الملك المستقر السعيد الراضي المكتفي، ولكن هني اللي محتاجها أنت، أنت ابتدي التغيير بنفسك. توك فارس الأكواب أو على وشك أن تصبح في البداية فارس الأكواب، تنغمس في مهمتك، في عملك، في الشراكات والعروض اللي آتية في طريقك. وأيضا ممكن تكون أن تقيمها، تقيم كل مشروع وكل شراكة قادمة في طريقك وعرض حتى قبل أن تدخل فيه. عشرة الخماسيات، نعم أحس أن أنت هني برج الميزان. عشر الخماسيات تعني لي أنك وصلت إلى نضوج بخصوص مشروع معين، انتهيت منه. وإن كان المشروع ما اكتمل، احتمال أنه خسر، احتمال أنه ما عطاك الربح اللي تتوقعه، احتمال أنك دخلت تخصص وما لقيت في نفسك، ما حصلت على النتائج اللي تتوقعها. هذا الشيء نضج، هذا الشيء نضج، لأن هني العشرة هي طاقة النضوج. فوق العشرة الفارس الفرسان هم طاقة التغيير. حان الوقت أن أنت فعلا ترتحل
ولكن ما ترحل على أساس أنك خسرت، ترحل من أجل أن تلاقي في طريقك الفرص الجديدة. فهمت قصدي؟ لأنه وأنت قاعد في هاي الوضع تندب إيش كثر أنت استثمرت في مشروع معين أو استثمرت في وظيفة معينة الكثير من السنوات، احتمال 10 سنوات، أوكي، وقت طويل وجهد طويل قاعد استثمرت فيه. أنت هني قاعد ملاقي صعوبة أن تتخلى عن شيء وايد كلفك يوم من الأيام، ولكن اللي لازم تفهمه أنه وصل إلى مرحلة النضوج، مش مكتوب له أن يصل إلى مرحلة أعمق من هذه المرحلة، أوكي؟ خلينا نوضح 5 الخماسيات مع 10 الأكواب. طاقة المقارنة هني مع طاقة تقول لك بالعكس، أنت حالياً قاعد تقارن نفسك بالآخرين، ولكن اللي ما تدركه أن الآخرين هم اللي يقارنون نفسهم بك. فيك شيء يجذب الآخرين، الاكتفاء، عندك نوع من القناعة، عندك نوع من الهدوء والطمأنينة، هذا الشيء حافظ عليه لأنه جدا قاعد الآخرين حتى يحسدونك عليه، وإن كانوا هم وصلوا إلى مكان أفضل ومناصب عليا ومناصب أعلى منك وشهادات أقوى منك، لكن أهما وحتى ذهبوا وسافروا إلى دولة ثانية من أجل الدراسة والعمل، ينظرون لك أنت أن أنت تملك كل شيء، تملك الراحة والطمأنينة، سعيد ومكتفي، وهذا الشيء لا يمكن شراءه بالمال. خلنا نوضح هذا الكرت اللي انقلب عندي. 4 الأكواب. في شيء، في عرض انت رفضته في السابق، ممكن يكون عرض زواج، ممكن يكون عرض شراكة، عرض عمل انت رفضته في السابق، وان كنت، او هذه حتى ممكن النصيحة لك، وان كنت محتاج للأموال، ولكن اعرف انك راح تختار الخيار الافضل من اجل نفسك، لان اشوفك هني اخترت السعادة، راحة البال، الطمأنينة فوق الأموال، فوق المردود. احتمال أن في شركة أو أتاك عرض عمل في دولة ثانية أو حتى في منطقة ثانية، أتاك عرض عمل جديد، ولكن هني كأنما أنت اخترت ألا تأخذه أو لا تقبله، وإن كانت الأموال محتاج لها بالعكس، وإن كان راح يعطيك الكثير من المردود، ولكن أشوف هني قاعدة أتكلم مع برج ميزان جدا ناضج عاطفيا، يدرك أن المال بالنسبة له ما يعني كل شيء، قاعد يختار الراحة، راحة البال والطمأنينة. احتمال لأن هذا العرض راح يكون كثير مقلق بالنسبة لك، فيه الكثير من المسؤوليات، الكثير من الارتحال، الكثير من التغييرات، يعني راح تكون أمورك مكركبة، متعب، منهك لو قبلته. فأنت عارف هني الوضع واخترت الخيار الأفضل من أجل نفسك. رح ننتقل الآن إلى القراءة العاطفية. الإمبراطورة هي طاقتك أنت أيضا يا برج الميزان. القراءة العاطفية العامة لبرج الميزان. أميرة السيوف، الصيف الصغير، ثاني كارت، 3 السيوف. كأنك هني مو مصدق في شيء شفته بعينك او في شيء عرفت عنه، قاعد تختار انك ما تصدقه، لان اذا صدقته راح يكون بمثابة يعني في الكثير من الالم لك. 5 السيوف، اوكي، في احد خدعك، تحس انه في احد خدعك، ولكن في نفس الوقت ما تبي تواجه، ما تبي تعترف ان فعلا هذا هو حقيقة الوضع. واخر كرت، العربة، المضي قدما. برج الميزان، اشوف في احد هني، ممكن الشريك، ممكن حتى الطرف الثالث، قاعدين يقللون من تقديرك، لان دائما هو برج الميزان برج هوائي، أكثر الأبراج الهوائية لينا وأكثرهم بطئا في عدم اتخاذ القرارات، عشان كذي شفنا السيف الصغير. برج الميزان ما يستخدم السيف الكبير بسرعة
مثل الجوزاء ومثل الدلو، هذا هي طبيعتك. ولكن في أحد أخطأ التفكير عنك، نعم جرحك أو حاول أنه يأذيك، أشوف أن أذيته وصلت أو ستصل لك، في أذية كانوا يحاولون يسوونها لك وصلت لك، ولكن اللي ما يدركونه أن أنت خسرت المعركة وربحت الحرب، ربحت ثقة الشريك مرة ثانية، لأن شوف الشريك هني وياك إما رجع إما مستعد أن يعطيك أنت القيادة والتحكم. انكشفت له الأوجه المنافقة لما صار هذا الموقف، أنت نعم هني تمالكت نفسك، ما سحبت السيف على الشريك أو حتى على أي شخص، أشوفك هني في طاقة اللي ما تصرفت، كنت محتفظ ب أو متحفظ على التصرفات، عندما أتاك خبر أن في ناس أذوك أو يحاولون على الأقل أذيتك، تحملت الألم، ولكن أعرف أن كل شيء لا ثمن ولا مثل ما نقول مقابل. ما هو مقابل تحملك الألم أو صبرك؟ صبرت على أذية أشخاص، أذية أطراف خارجية تحاول تأثر على علاقتك مع الشريك. الثمن أن أنت نعم ربحت المعركة الأولى، ولكن سوري خسرت المعركة الأولى، ولكن بشكل عام ربحت الحرب، ربحت ثقة الشريك، أو إذا لحد الآن ما صار على وشك أن يراك أن أنت شخص ناضج، أن أنت شخص يعتمد عليه، أن أنت بالعكس المفروض تأخذ دفة والتحكم في هاي العلاقة إلى بر الأمان. شريكك على وشك أن يكتشف الوجوه العابثة وحقيقة هؤلاء الأشخاص اللي يحاولون يعبثون بعلاقتكم. الصبر جميل، وهذه هي النصيحة لك. وانت هني أشوفك بطبيعتك كنت مثل الإسفنجة قاعد تمتص كل الطاقة السلبية، الأذية، الحسد، السحر، أي شيء ممكن كانوا يأذونك فيه، الكلام القيل والقال، الأخبار الخاطئة والإشاعات. السيف الصغير أيضا هو طاقة الإشاعات، دائما كان في إشاعات وكانت تأثر على علاقتك، ولكن هاي المرة صار شيء كبير، اكتشف شريكك حقيقة هؤلاء الأشخاص. خلنا نوضح الكارتات. السيف الصغير، ملك النار، احتمال انك تتعامل مع شخص، عندنا هنا برج السرطان، الابراج المائية، العقرب ايضا والحوت، واحتمال انك تتعامل مع شخص من الابراج النارية، حمل، اسد، وقوس. بعد اشوفه ممكن احتمال كبير انه يكون اسد او قوس. اوكي، تصرفك ذكي او التصرف الذكي لك هني ان ما تقوم باي ردة فعل. ليش؟ لان لما انت ما تظهر ردة فعل راح تفسح المجال لشريكك ان هو يتحكم بالموضوع، هو راح يضطر ان يواجه هؤلاء الاشخاص للمرة الاخيرة ويوقفهم عند حدهم. خلينا نوضح ثلاثة السيوف. الامبراطور، لم تحرك ساكنا، لم تحرك ساكنا، كأنما أنت كنت شايف كل المسرحية، في مسرحية هني، عارف من اللي راح يسويها، عارف من اللي راح يخرجها، عارف من اللي أنتجها، عارف من اللي راح يلعب فيها، كنت عارف أنت. الأبراج الهوائية هي أبراج العقل والذكاء، فاهم هؤلاء الأشخاص، ولكن خليتهم يقومون بمسرحيتهم أمام الجمهور، الجمهور كان شريكك وأنت، عشان تأكد له، تأكد له حقيقتهم. وإذا كان لحد الآن هذا الشيء ما صار، فهذا بمثابة الكشف لك أن راح تمر بهاي الأمور، فأحرص أنك ما تحرك ساكنا عشان شريكك يشوف، ما يحس أن أنت مأثر على نظرته ورؤيته لهاي الأشخاص، عشان يحس أن فعلا هو يراهم على حقيقتهم. أوكي، خلنا نوضح خمسة الأكواب.
خمسة الأكواب ممكن يكون زعل أو مشكلة صارت بينك وبين الشريك. نعم، لأن الشريك أنت هني أشوفك قاعد تتأذى والشريك مشغول عنك، مشغول عنك، ولكنك صبرت وتحملت. أو أيضا النصيحة لك أن تصبر وتتحمل، لأن ما هي إلا فترة وتعدي. لمتى هذا الشخص راح يظل مشغول؟ لمتى راح يظل يعمل على الخماسيات ومركز في عمله أو مركز في أشياء ثانية؟ راح يضطر في النهاية أن يواجه الواقع. نوضح خمسة السيوف، الخيارات. أشوفك هني أنت اللي واقف بين مفترق طرق، هل أواجه هؤلاء الأشخاص لوحدي؟ لأن أنا دائما كنت أواجههم لوحدي وأقول للشريك ترى هاي الناس يحاولون يسوون، أحاول أخليه يشوفهم على حقيقتهم. ما في فايدة، خل أتبع أسلوب جديد اسمه أسلوب ما أحرك ساكنا، أخليه هو اللي يضطر يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. وآخر كارت، العربة مرة ثانية. نعم، تتركون هذين الأشخاص كأنه ما هم مجموعة، لأن عندنا هنا رقم خمسة، هؤلاء هني بعد خمسة، هؤلاء الأشخاص المستقبل اللي ينتظركم. إن نعم مثل ما قلت لك الشريك راح يكتشفهم على حقيقتهم، راح يتركون لوحدهم، راح يرحل عنهم. إذا كان هو في شراكة أخرى راح يبتعد عنهم ويكون بجوارك أنت في الفترة القادمة، راح يبتعد عنهم. احتمال هني حتى انتقال، عندنا كرت الانتقال، راح يختار انه يسكن مثلا لو كنتوا ساكنين مع اهله، راح يختار ان يسكن بعيدا او ان يبتعد او يخرجهم حتى من التدخل في شؤونه. ممكن يكون ابتعاد جسدي، ابتعاد نفسي، ابتعاد عاطفي، اي نوع من الابتعادات. هذا الشريك مصمم ان انت معاه، وان كنتوا هني اشوفهم كانما ماديا شوي تحتاجون لهؤلاء الاشخاص، او هو على الاقل مش لحد الآن قوي ماديا، ولكن راح تختارون وهو يختار في المستقبل إن ترحلون مع بعض، تواجهون واقع وإن كان في شوية أموال أقل، ولكن أفضل بالنسبة لكم من أن تظلون تعيشون في محيطكم هني مثل الذئاب اللي دائما يحفرون لكم. آخر شيء برج الميزان، راح نلقي نظرة على الأخبار القادمة بطريقك في هذا الشهر. ممكن تكون قدمت على وظيفة معينة، جامعة، عندك طلب من أجل تأشيرة، فحوص من أجل الحمل، أي نوع من الطلبات والأخبار. احتمال أنك تتعامل مع شيء، هذا هو كارتك طبعا يا برج الميزان، تتعامل مع شيء في القضاء، تحاول أن تحصل على حضانة. أشوف هني كأنما زواج انتهى وتحاول أن تحصل على حقوقك في عقد، عقد عمل، عقد زواج، عقد شراكة انتهى وقاعد تحاول تحصل على حقوقك، ولكن أنت حزين بسبب انتهاء العقد. أوكي، أحس أن في أحد قاعد يشجعك أن تذهب إلى المحكمة، تقدم طلبك، تحاول أن تحصل على حقوقك المادية، ولكن انت هني قاعد اشوف كأنما منهك، تعبان، ما تبي تقدم لانك حزين على انتهاء الشراكة، ترغب في تجديد مرحلة قديمة عندك، عقد قديم. اوكي، الكوب الاول، راح ان شاء الله تحصل على اللي يرضيك، ولكن خلي شوية عندك ثقة بالنظام القضائي او اتبع المسار القضائي. هني كأنما قاعدة أشوفك تنتظر أو قاعد تنتظر هؤلاء الأشخاص هم يعطونك حقوقك منهم ومن نفسهم. لا، هني الطيب ما راح يأتي لك بناتج، لازم تتجه للإجراءات القانونية، تطالب بحقك، تطالب بالحضانة، بالنفقة،
صرف نهاية خدمة لازم أنت اللي تطالب، أنت اللي تطالب. وإن كنت حزين أن الأمور انتهت بهذا الشكل، لازم أنت اللي تطالب. حتى لو كان عندك رغبة مثلا في الحمل وشريكك يرفض الذهاب إلى زيارة الطبيب، لازم أنت اللي تطالب. لازم إحنا نروح الطبيب، لازم إحنا نروح الطبيب. وإذا رفض هذا الشخص، ممكن حتى الجهاز القانوني يساعدك. هنا عندنا الأمور القانونية، ممكن شخص حكيم، رجل دين، شخص له سلطة على شريكك، كأنما شبه يجبره على أن يقوم بالإجراءات اللازمة لعمل التحاليل مثلا، أو لأخذ الأدوية، أو للذهاب في رحلة علاج. مهما كان الأمر، لازم تصر ولازم تحكم شخص له السلطة على شريكك، أو له السلطة على هاي الجهة اللي أنت عملت معاهم في المستقبل، عشان تحصل على مرادك. هذا الكوب في مرادك. بعضكم ممكن يكون الرغبة في الحمل، بعضكم ممكن يكون الرغبة في السفر، العمل في دولة أخرى. مرادنا شنو احنا نتمناه في قلبنا موجود داخل هذا الكوب. مرادك ما راح يأتيك إذا ما حاربت من أجله. هذه هي الرسالة لك خلال شهر يونيو، وراح أسحب لك هذا الكرت طار، The River Queen، ملكة النهر. أوكي، 3+6=9. هل أنت تتعامل مع شخص مثل ما قلت لك في البداية من الأبراج المائية؟ عقرب، حوت، سرطان، Flow، Letting Go. Letting Go، الفلو، الانسيابية في الحركة، وهي طاقة الماء، Natural Movement، الحركة الطبيعية. التحذير لك في هاي الشهر، أو التنبيه، خلينا نقول التنبيه لك، دائما في النهر أو البحر يكون عندنا قارب، عندنا سفينة. هاي الشهر بالذات احرص أن أنت ما تكون متحكم بزمام الأمور. تريد أن الأمور تمشي حسب طريقتك أو سيطرتك، خصوصا من ناحية العاطفية. هني لك الرسالة، خلي الأمور تمشي على طبيعتها. هذه مثل طاقة عدم الحركة اللي شفناها عند الإمبراطور في حياتك العاطفية، عدم إصدار أي ردة فعل. خلي الأمور تمشي طبيعية، لأن في انكشاف الأمور لما تمشي طبيعي راح أنت تحصل على خلاصك. الماء أيضا هو طاقة الخلاص، طاقة التطهير، طاقة الانتهاء من أذية أشخاص معينين. حان الوقت أن تخلي الموضوع يتفركش لوحده، أو يراه الشريك لوحده. إنزين، فأنت حرص أن ما تكون ممسك بالموضوع بقوة يعني، أو تحاول أن تثبت وجهة نظرك بقوة. خلي الشريك يرى بنفسه ويسمع بنفسه. خلي نشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي راح يحتاجها في هذا الشهر. الغراب من أجمل أيضا عنصر هوائي. كن في عنصرك الهوائي هذا الشهر. استخدم طاقة الذكاء، طاقة العقل. دائما يقولون الغراب يستطيع في الأساطير أو في الطاقة الحيوانية يرى الماضي والحاضر وأيضا المستقبل. واقف على كرة تمثل العالم، لأنه يستطيع رؤية كل شيء من الحيوانات السحرية الذكية. أذكى الطيور بالنسبة لي هو الغراب. في هذا الشهر لا تعتمد على قوة العضلات، قوة راح أكشفهم، راح أبين لهم، راح أسوي لهم، راح أخذ حقي. بغض النظر عن الأمور القانونية، هني النصيحة خصوصا في المجال العاطفي، رؤيتك ونظرتك صحيحة للأمور. اعتمد على معرفتك أكثر ما تعتمد على الأفعال. مش محتاج هذا الشهر أنت الكثير من طاقة النار، محتاج أن تثق بحدسك، لأن أنت تعرف الأمور شلون راح تمشي مع هؤلاء الأشخاص، وأنت خلي الأمور تمشي بطبيعتها. يعني كأنما أشوفك هني، تعرف هاي الناس في شنو راح يتهمونك قادما، وتخلي الأمور تنكشف أمامك بدون أن تحرك ساكنا. تعتمد فقط على طاقة التنبؤ، تنبأ بأفعالهم وخلي الموضوع ينكشف أمام شريكك. خلي الأمور تصل لحد عندك بدون حتى أن تبذل الكثير من الجهد. عزيزي برج الميزان، هذه كانت قراءتك لشهر يونيو
أتمنى لك كل التوفيق وشكرا.